يسنهم انه يدخلون مجال عمل جديد بعد ما معاناة ايام الدراسة، بعد ما جتنا يعني حقبة داعش الارهابي. فانا دعوتي للخريجين، انا كوزارة التربية اتكلم، 36% من ادارات المدارس خريجين تربية رياضية، يا اما مدير المدرسة او المعامل هو خريج تربية رياضية، ولهذا خريج تربية رياضية هو فعال في المدرسة، فعال مع التلاميذ، هو حلقة الوصل بين التلميذ والإدارة. نشكر أستاذ محمد إبراهيم عبودي على إقامة هذا الحفل الكريم، ونتشكره شكرا جزيلا، ونحن فرحين بهذا التخرج، وإن شاء الله سنة أمن وأمان على البلاد. اليوم حفل تخرج كلية التربية الرياضية جامعة الموصل، نشكر الأستاذ محمد إبراهيم العبودي برعايته كان الحفل، ونشكر السادة الحضور والعوائل والخريجين. نسأل الله أن تكون موفقية للجميع والتعيينات، ونطالب الحكومة بتعيينات توفير فرص التعيينات والوظيفة للطلاب. فرحة كبيرة طبعا، فرحة عمقي، هذه ابني تخرج اليوم، ضحت بينه وابني من المتضررين وفقد داعش دافت عينه، ومع هذا كمل دراسته والحمد لله. نشكر جهود الأستاذ الطيبة من الكورة محمد أياد عبودي، وإن شاء الله إن شاء الله من أفضل أفضل والنجاح والمستقبل، ونشكر جهودكم إن شاء الله الطيبة. نشكر الأستاذ محمد إبراهيم عبودي على الجهود المبذولة في حفلة التخرج. والله شعور كلهم تتمناها، وشعور ما يتوصف، فرحة كبيرة، وإن شاء الله كل العراقيات يفرحن بأولادهم. اليوم حضرنا ورعينا حفل تخرج كلية التربية الرياضية جامعة الموصل دفعة المحبة، إن شاء الله تعالى يعني أنا فرحان لهذه كوكبة من الرياضيين اللي بعد حقبة داعش وبعد آلام داعش طوينا هاي الصفحة إن شاء الله، وإن شاء الله كائما تكون أيامنا كلها أفراح. هم تخرجوا أنهوا حياتهم الدراسية والآن دخلوا حقبة جديدة في حياتهم هي مدرسة الحياة، إن شاء الله تعالى تكون تتكلل هاي الهموم. وأنا نشكر يعني بعد ما كانت هناك هموم ومشاكل في محافظة نينوى وفي مركز المدينة، هم تحدوا الصعاب وتخرجوا على يد أساتذتهم الأجلاء. وكان احنا كمديري عمل تربيه رياضيه ونشاط المدرسة الكشفي دائما نرعى هذه الانشطه، وانا ابارك لاهالي واولياء امور طلبتنا خريجين، ان شاء الله تعالى نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون فرصتهم قويه في تعيينات العام القادم 2019. نتشرف اليوم بحضور حفل تخرج طلبتنا الاعزاء في كليه التربيه الرياضيه، كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه، اختتاما لمسيرتهم التعليميه واختتاما للمعاناه الذي قضوها بعد الفتره المظلمه والحقبه المظلمه التي مرت على محافظتنا العزيزه نينوى.